أهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا نطمن مع حضراتكم على حالة الطقس النهاردة. هيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت النهاردة أن الطقس بالنهار هيكون حار على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والسواحل الشرقية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وهيكون في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة. هنتعرف عليها من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة منار. يعني الجو حر أصلا، هل ممكن يشهد ارتفاع درجات أكتر من كده خلال الأيام اللي جاية؟ ارتفاع درجات حرارة لا، لأن معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس بيكون ما بين 35 و 36 درجة مئوية، لكن ارتفاع نسب الرطوبة هو الكبير جدا في شهر أغسطس. يمكن شهر 8 هو معروف أعلى نسب رطوبة في فصل الصيف، اللي بتتجاوز طبعا ال 85% على القاهرة الكبرى، 95% على السواحل الشمالية، ودي دايما هي اللي بتخلينا نحس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة. يعني نسب الرطوبة في شهر 8 تخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى من قيم درجات الحرارة المقاسة بحوالي من درجتين لأربع درجات. يعني احنا اليوم درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى بتكون 35 درجة مئوية، ممكن المحسوسة توصل مع نسب الرطوبة العالية ل 38 و39 درجة مئوية. عشان كده احنا احسسنا بالطقس خلال فترات النهار، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، بيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار، وخاصة كمان مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل الأجواء بتكون طبعا فيها ارتفاع في نسب الرطوبة أيضا، فالأجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، فيما عدا السواحل الشمالية الأجواء بتكون عليها أجواء معتدلة الحرارة. بالإضافة كمان طبعا بيستمر تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، مدن القناة. متوقع إن شاء الله مع بداية الأسبوع المقبل مع يوم الأحد يكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، يعني هتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، هو انخفاض طفيف جدا لكن نسب الرطوبة العالية هتفضل. أحسن أي انخفاض احنا قابلين بيه، تمام. إن شاء الله كمان متوقع إن شاء الله من غدا تبدأ معانا فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على حلايب وشلاتين وسانت كاترين، لكن فرص الأمطار الأكبر إن شاء الله هتكون من يوم السبت القادم، وإحنا بقى بننوه عنه بقالنا كذا يوم. نعم. إن إحنا بنقول فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اللي هتكون كمان رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30-40% على سلاسل جبال البحر الأحمر، مناطق من جنوب الصعيد وأيضا مناطق من جنوب سيناء. أكيد، كل الشكر لحضرتك الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف مع حضراتكم على درجات الحرارة بالتفصيل. القاهرة هنبتديها العظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-24، سيوة 38-23، بورسعيد 33-25، دمياط 33-25، الإسماعيلية 36-24، والسويس 35-24. العريش العظمى فيها 33 والصغرى 24، طابة 38-27، كاترين 35-19، شرم الشيخ 41-29، الغردقة 40-28، الفيوم 37-24، بني سويف 37-24، والمنيا 38-23. كل ما بنتجه جنوبا كل ما درجات الحرارة بتزداد في الارتفاع، وعشان كده أسيوط العظمى فيها 40 والصغرى 23، سوهاج 41-25، قنا 42-27، الأقصر 42-28، أسوان بتسجل أعلى درجة حرارة معانا النهاردة 43-29، أيضا بيشترك معاها الوادي الجديد العظمى فيه 43 والصغرى 26، شلاتين 38-29، أما حلايب العظمى فيها 34 والصغرى 26. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. خلينا على طول نرجع لمصطفى والجمانة نكمل معاهم باقي كلامنا، اتفضلوا. شكرا لك يا منى. شكرا.